شباب لا يكون مشاركة وتعالوا خلينا نشوف الحلقة ونبدأ يلا تعال 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 مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بصحه وعافيه وخير وكل شيء كذا. اصدقائي جيتكم هنا اليوم حتى تشوفون هذا المنظر الطبيعي. قبل يومين ثلاث ايام حكينا على موضوع كان كلش مهم، هو الموضوع اللي على الاقامه، وقلت لكم لازم انه اللي يدي ياخذ اقامه لازم اكو اشياء يسويها حتى ياخذ اقامه على السريع بدون اي مشاكل. وكواي من شباب قالوا لي اي والله صحيح كلامك منطقي، بس اكو اشياء اذا تسويها هنا انسى انه تاخذ اقامه. مثلا انطيكم اشياء، يعني مثلا اذا انت مثلا عندك مشاكل هوايه مثلا بالعراق او بدوله، اي دوله مثلا مغرب تونس الجزائر، اي دوله يعني انت اي من اي دوله، اليمن، اي دوله عندك مشاكل هوايه، وهاي المشاكل تنعكس عليك انت مو تنعكس علينا احنا. ليش؟ لانه انت لما تجي هنا وتقول انه مثلا ما يهمني الدوله، هم ما راح يسوي لك شيء، يغرموك بس انسى شيء اسمه اقامه. راح اعطيكم يعني من فد 3 4 5 ومن عندنا هذين 3 4 5 ناخذ هم يعني من عندنا هم 2 3 4 او 5 6 هذين نخليهن براسنا ونحفظهن حتى بين قوسين نستفاد من عندهم بالمستقبل، لانه صدقوني يا اصدقائي بالمستقبل اذا انت ما تاخذ بهذه الاشياء راح تخسر هواي. زين اصدقائي، فمن ضمن هاي الاشياء اللي انت لازم تسويها ولازم تحكي بيها ولازم تمشي بيها، اولا اذا اجى شخص وضربك راجدي قل له شكرا، هنا ماكو شيء اسمه انه تتجاوز على شخص مثل ما عندنا مثلا بالعراق او غيرها. هنا تريد حقوقك عندك شغلتين، الشغله الاولى الشرطه، الشغله الثانيه اللي هي مثلا اذا مثلا مجموعه من الناس يردون فد شيء او قانون يغيروه او شو اسمه، ها يروح يطلع مظاهرات ومن خلال مره مرتين ثلاثه اربعه راح يناقشون بهذا الموضوع ولك حق الراي، وشوفوا اذا الموضوع لازم يتغير، اذا لا يبقى. اوكي، هذا اول شيء. ثاني شيء مثلا اذا انت من نوع اللي تشرب مثلا حشيش ومدمن وهذه، انسى شيء اسمه اقامه، انسى. شلون تنسى؟ هو حظ، على فكره حظ. اكو ناس يقولون هاي معود كلهم يشربون حشيش اخذوا اقامه، اي صحيح عنياك، بس هذا الشيء لازم تكون حذر من عندي، لازم تكون حذر جدا، يعني انه انت يخلوك من قوسين توقع بهذا المربع. هذا المربع اذا وقعت به فدر بالك انت لازم تكون حذر. يا صديقي يا حبيبي انت كن حذر، هذين لا توصل هذين الشغلتين ابد، هذين الشغلتين تكون بعيد عنهم. اذا جيت وصلت قريب على هالمشاكل يعني انسى شيء اسمه اقامه، انساها. انطيك الثالثه اكو ناس هواي يجون هنا يشتغلون بالاسود. شنو بالاسود؟ يعني مثلا يجي يقول انا راح اشتغل هالفتره مثلا خلينا نقول هذه السنه كلها ما ادفع ضرائب للدوله ولا ادفع شيء. على فكره الضرائب هي ترجع لك، يقول لهم لا انا راح ابقى اشتغل هنا واكمل وحدي وش اسمه هذه بس بالاسود. شنو الاسود؟ الاسود تروح تشتغل يم مطعم او او او, أو في شركه او اي شيء، يعني اي شيء اسمهم اسمه شغل بس بدون علم الدوله، يعني ما تدفع ضرائب، ما تعطيهم حقوقهم، ما تسوي اي شيء. بين قوسين هو هذه يسمونه الاسود اللي هو عمل غير قانوني، يعني احنا نسميه هم يسموه شفات ابرك، يعني يسموه اسود، يعني يسموه عمل اسود. فهذا العمل يوقعك بمشاكل، واذا لزموك تنسى شيء اسمه اقامه، واذا عندك اقامه صارت عليك اكس، الثلاث اكسات تنسحب من عندك الاقامه، مثل الفور شاين وغيرها يعني جات السوق. فهذه الاشياء اللي تسويهم. الرابعه دائما احكي بيها بس ما حد ياخذ نصيحتي ويضعون بيها نفس المشاكل، ويجون يقولون لي ها وقع نفس المشكله، اقول لهم ما اعرف هذا الموضوع، لانه انا دائما اقول لكم اياه وانت تعيدون نفس الشيء. يعني مثلا انت عندك مثلا بس مثال، انت عندك وصلك مهرب هنا وعندك بقى رقم المهرب وكل شيء، وهذا مخليه مثلا بالواتساب، وفجاه هذا المهرب اوكي
اجى واحد قال لك انطيني رقمي او دز لي الواتساب مالتي او شو اسمه وبقى يتواصل وياك. خلي ببالك 90% تليفونك مراقب. الله يخليك تعال دوس عقمي تحت امي ان شاء الله بجهز وقتك. 90% تليفونك مراقب، فانت لما تليفونك مراقب يعني وقعت بمشكله، وهذه المشكله اللي انت واقع بيها خلي ببالك خلي ببالك خلي ببالك يا صديقي، هذا موضوع اذا لك فوبيك انه انت مراقب يعني العفو انه انت جسوي هذا الشيء، فخلي ببالك 90% احتمال يجون نفس اللحظه ياخذوك ويحققون لك تحقيق حاد، وبين قوسين انسى الاقامه، واذا عندك اقامه تنسحب من عندك. هذا موضوع هام جدا حاد. انا جاي انزل مقاطع فيديو هوايه، انزل مقاطع قصيره اقول لك شنو تسوي، يعني انت لا تتابعني هسه لو تشوف يعني مات القائمه كلها مقاطع الفيديو القصيره اللي هي كل محتواي دا احذر اقول ذباك سوي ذباك سوي ذباك سوي انت لا تكون هيك، لانه اعرف هاي الاشياء هواي ناس اخذوا رفض خطيه بسببها، وهواي ناس تأدت بسببها، فانا على مود اكون قدام رب العالمين قدامكم انه حقيقي واعطيكم انطيكم واحد انه ضميره يعني لازم يصحى انه ينصحكم نصيحه تكون انت بها مستفاد. فهمتون شلون؟ فصديقي انت لما تعرف هذا الموضوع لازم تعرف انه هذا الموضوع ما ينفعك. هذا اول شيء تمسح رقم. والاخيره والخامسه اللي حتى ما نسوي ان شاء الله يوميا نسوي كل اربع ايام خمسه سوينا خمس معلومات مفيده او ملاحظات مهمه، هاي اللي انت تستفاد من عندها وتعرف نحكي يعني نحكي شوي من عندها ونبدا التفاصيل. الخامسه اللي هي جدا مهمه وهي الخامسه ضروريه جدا ضروريه جدا، وانا مرات مره حكيت فيها والناس يعني قالوا لي هذا غير منطقي جاي تحكي، يعني قالوا لي هذا انت جاي تحكي به هاي اشياء غير منطقيه. تعرف شنو هي صديقي هاي الشغله الخامسه اللي هي ابد 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 لا تحارش ببنيه، يعني حتى بنيه مو تروح تلقاها قاعده وتروح تقولها ممكن رقمك وهاي تروح، بس اذا قلت لك لا يعني كلمه بعد ما افضل لا لا لازم انت بين قوسين تنسحب وتقولها انا اسف وتنسحب. تعرف ليش؟ لانه انت وصلت المرحله هنا، هاي المرحله اللي وصلت لها مرحله مشكله كثير كبيره وبيها طرد. ابد لا تحارش ببنيه بيديسكو، حتى لو كانت بنيه مو زينه، حتى لو كانت بنيه غير محترمه، حتى لو كانت بنيه ماش ابد ما اوصلها، ابد ما اتجاوز عليها، ابد ما اقلل احترام منها، ابد 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 ابد. حتى وقت اللحظه قالت لك البنيه، لانهم بنيه سلطه، الله وكيلكم سلطه، البنيه قالت لكم انه اسف ما اقدر، خلاص هي ما تتجاوز عليك، انت بوقت اللي تريدها اذا تريدها انه تحصل بين قوسين تريد انه تاخذ ارقامه شو اسمه هذه، لما بنيه تتجاوز عليك بكل ادب تنسحب وبعد ما عندك كل مشكله. زين، فانت لازم تكون حذر، لازم تكون انه واعي للموضوع، لازم تستوعب هالموضوع صح، لازم تفتهم الموضوع صح، بين قوسين ما يصير لك كل مشاكل، لازم تفكر انه هذا الموضوع اللي جاي تحكي به انت او جاي تسوي هذا الشيء خطا، ابدا توصل لبنيه، بنيه تجي تتجاوز عليك تقول لك تفعلك عليك، قول لهم يخاف، صورها وديها الشرطه، وديها شو اسمه، بس انت بين قوسين انت ابد 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 لا تتجاوز ولا تكون بين قوسين محط انه مشاكل هنا، ابد. خليك حر، خليك شلون اقول لك انه واعي. البنيه اذا جت قربت عليك قولها انا اسف، يعني ماكو مشكله اذا هي تريد، اذا انت تريد قولها ممكن اتعرف عليك كل حب، اذا بنيه وحدها قولها ممكن اتعرف عليك، ممكن نكون اصدقاء، ممكن ممكن، اذا هي حتقول لك اسفه اني مرتبطه، اسفه اني متزوجه، لا اسفه اني والله ما اقدر، هم من نوع يجاملونه هواي، يعني انت من قوسين جت البنيه وقلت لك او هي يعني انت جت البنيه وقلت لها العفو ممكن اتعرف عليك، حتى لا تريد يعني انت ما عجبتها ما تريدك تقول لك والله اسف انا مرتبطه، انا عندي حبيب، انا عندي زوج، انا يعني ما احب ارتبط، انا العفو اسحاقيه، انا ما، فانت تنسحب من عندك بادب، ما تقول لك ها لا انت مو حلو، او ما تقول لك ما تعجبني، او ما فهمتني شلون؟ فشباب الله يحفظكم يستر عليكم، لا تنسون اللايك والمشاركه اصدقائي، ان شاء الله كل يوم يومين ننزل هاي المعلومات المهمه، ننزل هاي المعلومات المفيده ان شاء الله باذن الله. اني تقريبا جاي بين يوم ويوم انزل شيء مفيد، شيء انزل لايف، انزل شو اسمه على اليوتيوب، ابد ما انقطع، ابد ابد، يمكن على الفيس مرات انقطع بس على اليوتيوب ابد ابد ما انقطع، مستمر مستمر مستمر. احبكم ان شاء الله، اشوفكم بحلقه جديده، مع السلامه.